بعت له داود باشا. برجع بذكرك اني انا رجل دين وشغلتي الصلاة والصوم، ومركزي ما بيسمح لي اتدخل بالسياسة، مع انه حضرتك رقيتني لرتبة افندي من اول رسالة استلمتها منك وكتبت لي فيها حضرة البطرك افندي. بعتذر سيدنا، بعتذر، أنا غريب عن شعبكم وتقاليدكم، ولكن هيدا ما بيمنع إنه من خلال وظيفتي قادر ساعد شعبكم وبلادكم. اللي بينقصني التجاوب. غريب، مع إنه أمرا هالبلاد والوجهاء كلن ماشيين معكم. يوسف كرم. شو بو يوسف باي كرم؟ رافض التعاون، ومن مصلحتك مصلحة شعبك وبلادك إنك تقنع. رح حاول، بس بالنتيجة ما إلكن إلا فؤاد باشا هو بيحاول إقناعه. رفعت له داود باشا عن إذنك صار وقت الصلاة. يمي جاي قربتنا يواكيم الغزير وحامل معه مرسال من سيدنا البطرك مسعود. ايه؟ اهلا اهلا بقربتنا. دع خورينا على الباب بالليل وقال لي سيدنا البطرك عيدك. نزلت عبكركي عند صياح الديك، قال لي سيدنا تروقت، قلت له لا بركني. يا رب زوقك له لو ما روقك. شبعت من البركة. وبعدك شبعان؟ لا انا وجاي شفت الارمله نصيره مشمره على سيقانه ومن تخوز راح مفعول البركه. لك وكيف هلا الفطي صارت زي السمك تفتح الشهيه. هيدا المرسيل. هات لشوف. يا حيف عرجيت، ما عادي وكيم تخطي وانت حامل مرسيل سيدنا البطرك مسعود. وفعلا دام القاش اخترعوه. حتى سيدنا البطرك بيطلب مني اقبل الوظيفه. اي وظيفه؟ قايد العسكر. يلا ليش بدك تقبل؟ اقبل وحبس بهالناس اللي بيستاهلوا. ما الناس محبوسه من دون جميلتنا. يا رحمة وكيلة. ايه محبوسي ببلادها بهالحبس الكبير. يمي البلاد اللي ما فيها حرية حبس، والبلاد اللي شعبها محكوم من غير شعبها حبس، والبلاد الفقيرة المحكومة من سلطة المال حبس، وبلادك يا امي صارت حبس كبير. ايه وكي فهمت علي يا وكي؟ من راجع فعل نديمي. ودون يرضوني بمنصب تيسكتوا الناس فيي، انا مستعد اعطيهم سكوت، لكن ثقه الناس فيي انا ما بملكها تعطيهم اياه، بيملكوها الناس. يوسف باك وبيازعل. فؤاد باشي لايقوا جاي وراء العسكر. شلعت شلعت. فؤاد باشا شو هالمفاجأة؟ بعد اذن البنك فؤاد باشا جاي. انت عمت وطلع. فإذا ميلو جاي حيري ما في بيننا وبينه نوايا خدر. تعال
تعودنا نكرم أعدائنا لو زارونا، فكيف أصحابنا؟ تعدوا للاستقبال؟ تعدوا للاستقبال وكونوا عقد المقام. ليه همك يا باك؟ عمرك يا باك؟ يا شباب! اسمح لي لهالمناسبة اني اتبرع بهالمبلغ لكيسة اهدن. يعني تبرعك يا باشا جزء من محبتك واحترامك وتقديرك لهالشعب ومعتقداته. يا جبور عمرك يا باك! المحبة والاحترام دايما بالقلب يا باك. ما كان في لزوم تكلف نفسك. كنت بطريقي لبعلبك، قلت بمر صوبك بزورك وتباحث انا وياك بشؤون البلاد. ومين مثلك يا بيك قادر يوهب البلاد تضحية ونكران زاد؟ بترجاك بعد صف وخاطر يا يوسف بيك، ممكن احكي انا وياك على انفراد بيت البيت؟ يا شباب امرك يا بيك! اذا بتريدوا قدموا الاكل للعسكر والعلف للخيل واعملوا معروف خلولنا الدار من الزوار. طمر يا بيك! يرحم بي! يا بيك بقدر بسألك سؤال؟ تفضل. بس طمعان بجواب صريح. يا باشا ما أنا مشكلتي صراحتي. شو هي أفضل وسيلة لنسيان الماضي؟ نطلع للمستقبل. يا بيك شو بيمنع انك تتعاون مع داود باشا؟ على الصعيد الشخصي انسان بحترمه كتير وما عندي شي ضده، لكن ما شايف من مصلحة البلاد اتعاون معه. ليه؟ شو المانع؟ يا فؤاد باشا ارجوك تفهمني، انا ماني ضد داود باشا شخصيا، انا ضد هالنظام اللي مفبرك برا ومفروض علينا فرض. هيدا توب عياري ما بيدك. يا يوسف بيك هيدا النظام مرحلي وبتمر، اتركوا داود باشا ينظم إدارة هالبلاد. أنا مش واقف بطريقه. إيه بس مش عم بتساعده. أنت الشعب بعيدك وبحبك، ووجودك بجانبه بيسهل مهمته. يا باشا استعد أمضيلكم على بيان أيدكم فيه، لكن أنا ما بقدر شيء. يا يوسف بيك اذا ما راح تشارك راح تضل الناس متخوفه وراح ترجع البلاد لحاله الفوضى والقتل. الكل طالب منك انك تشارك. ضبطه البترك، السفير اوتريك، زعماء غزير، الكوره، كلهم. يا يوسف بيك البلاد بلادك والشعب شعبك. مطلوب منك مبادرة حتى ولو كانت على سبيل التضحية من أجل إنقاذ البلاد. يا باشا ما بقدر كون قايد العسكر شلح الضعيف سلاحه، اترك المشمولين بسياسة الدول الغريبة فاسدين. ما بقدر كون سيف الحق
وكل باطل في وراميات السيوف صدقني ما بقدر. طيب يا بيك ما تكون قائد عسكر، اختار الوظيفة اللي بدك اياها. أرجوك 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 تقبل اعتذاري. لا تخلي التاريخ يقول نادي يوسف كرم زاد الدم ووسع المأساة. طيب طيب يا باشا، إذا كانت هذه إرادة الكل رح أقبل. أنا كنت واثق إنك ما رح تبخل بغالي من أجل بلادك. غير رح أقبل إنما بشرط. شو هو؟ إسماعيل بعد فترة. يا بيك خليها لوقتها. فإذا من غدويات بكرة أنا نازل على بيروت. وأنا رح بترك هالبيت الكريم وأنا مرتاح. بعد إذنك يا بيك. بكير بعد يا باشا. يا بيك بدنا نقطع هالجبل على سهل بعلبك قبل الليل. فبعد إذنك. بالأمان. يا شباب. عمرك يا بيك. رفقوا عسكر الباشا لمقلب الجبل. تؤمر يا بيك. يمي وهيك رح اعمل، وهذه الوظيفة لا خارطة براسي ولا انا خارجة. في كتير غيري بحبوا يكونوا ممسح، انا برفض كون ممسح عند الدولة العليم. عادات اللبنانيين بيرضوا كل الناس وبالنهايه بيبقوا هن منن راضيين. يمي كلام مهم بده يطلع من التم والتم تم المتصرفية العلية والمناصب مناصب الأمراء. يا سامعين الصوت تعين حضرة المير مجيد شهاب قايم مقام عكس روان والمير حسن شهاب قايم مقام على الفورة والمير مراد بلمع قايم مقام على المتن والمير عبد الله بلمع قايم مقام عزحلي المير ملحم ارسلان قايم مقام عالشوف والمير قيس قايم مقام عدير القمر. ست امرا بيك وعلى
المسمى. وإذا صار ابن سياسي على الرسم بيكبر الخط؟ أكيد قليل ما رح يتوافد حمير. حمير رجال السياسة ما كيف ما كان. ناطي الماطي الأشبئول أشبئول كلب المير مير وحمار ابن السياسة سياسة. أوافي يا حلوين. أهلا بنصار. بعد مطول البيت لا يوصل نصار بلف بوشي. أكيد أنصر لندرة شرف أضيعه من يسأل عنه. بشو يتوافق القناصي سأل بالساحة يقولوا له بعد ما جا عزمه على الغدر يسلاي السبعي. ولك إيه أنا عرفت إنه الباك ورجاله جايين شافون على المطلعة ضمية الكورة. وين النسوان الضلغي؟ يا حبك إيمان مياتك شهد وسكة جنة رضوان بتقلك ضل ببالي. عالي يا دار بتضلك عالي عالي ثابت جبار بنحلك عالليالي. عالي يا دار بتضلك عالي عالي ثابت جبار بنحلك عالليالي. جانح دبور ارميدك بالصيفي رندح بطيور مزرابك بالشتوي. جانح دبور ارميدك بالصيفي رندح بطيور مزرابك بالشتوي. سقفك ناطور فوق جبال الحرية صيتك فخور بيضل الدنيا مال. عالي يا دار بتضلك عالي عالي ثابت جبار بنحلك عالليالي. عالي يا دار بتضلك عالي عالي ثابت جبار بنحلك عالليالي. ثابت جبار بنحلك عالليالي. ثابت جبار بنحلك عالليالي. وهيدا شو عاملين عرس؟ مين العريس من غير شر؟ عاملين عرس للقايم مامية. هك يا عمي ما القايم مقام قعد قبل مقام. شو عم تحكي يا بيك؟ نعم قدمت استقالتي بشوب النهار ورجعت على البرود. بو طلع الحكي مرمتونيوس البدوان سلام ع اسمه عينه برتبة مار غصب عنه اما قدم استقالته. ايه مرمتونيوس كان عم يتعامل مع جاه السماء وانا عم اتعامل مع جماعة جاه الارض. وايش الفرق؟ من الارض للسماء. هاي عريضة للضاي راها اذا بتريد. عريض التوكيل من أعيان وأهالي جبة بشارة ليوسف بايك كرم. سبب تحريره هو أنه نحن الواضعين أسماءنا بذيله برضانا الطوعي وباختيارنا المطلق. أتفوضنا ونفوض تدبير صوالحنا العمومية والاهتمام في كل ما يتعلق به إلى سعادة أفندم يوسف بايك كرم الأبخر. مفهوم مفهوم. يسلم هالتم يا جبور. عمرك يا بعد طفل فيها تكرم. كنت جاي من محيطي بكفاية تهني والفايت بنصلات لندرة بساحة الضيعة من يسأل عنها. كيف بنصلات لندرة؟ العملة الانكليزية كنزي. كيف لكان مرسوم عليا صورة ست يا نصار. وفي أزعل نصلات الانكليز وصل بها السرعة على المدخل. شيف حصوني مربوط بالسجيج ما يغنجا بس ما عد. ما تخاف ما تخاف
الانجليز بيعبدوك انه عم يغلجوك. سعادة انصلاطو لندرو لورد دافرن. فايزا يا شباب ويا صبايا، اذا بتريدوا تخلولنا المكان لانه سعادة اللور جاي يغني. بتغنش بالعافية يا بي. امرك يا بي. خليلنا ايه يمي يمي، بدي استأذن منك كمان. صاحب موقف، انت رجل الشرف والاستقلال. لك فرنساوية ما كانوا يعرفوا قيمتك. جربتن ما طلع منهم شيء. رائعة، جربنا. قاعدة اللورد، بدي الفت نظرك لشغلي كثير مهمي بالاول. كل هالفتن والمآسي اللي حلت بشعب هالبلاد، اساسا شعب هالبلاد ما له علاقة فيها، اجتها من برا. أنا بيصدق إنه الفتنة علقت من تحت راس ولدين اختلفوا على جلي أو ماروني تصيد حجل بأرض جرسي. الباب العالي هو المسؤول الأول عن هالفتن، وإنتو مع باقي الدول الأجنبية ساهمتوا فيه. يا لورد، قصتنا مش قصة حرب أهلية أبداً، هيدي جزء من المسألة الشرقية. ما بفرق عليك يا سيد، نجيب باشا العثماني حاكم الشام صرح لشخص انجليزي ما كان عارفه من اور انتليجنت سيرفيس من استخباراتنا. قال له السلطنة العليكي ما رح تقدر تفرض سيطرتها على البلاد الا بعد ما تتخلص من المسيحية. حلو حلو كثير. إذا كان هالكلام هيدا مزبوط يا لورد، انتو شو عملتوا لتمنعوا؟ لأنه انتو كنتوا مع الفرنساوية، وإن شاء الله فكرك الفرنساوية إجوا لهون كرمال تدعيونكم، هيدي حجة. إجوا لهون حتى يقطعوا علينا طريق الهند، ياخدوا امتياز شق سرعة السويد. إذا بدك تقنع العالم بقضية شعبك، لازم تترك للفرنساوية تتعاون معنا. تتعاون معكم على أي أساس؟ نفذ سياستنا. سياستكم ببلادي؟ ولو يا لورد، ليش بلادي بتساعد سياستكم؟ كل زعيم دولة صغيرة عايز دعم من دولة كبيرة حتى تنجح دعمته. اوعوا عملتولي بالأول امتحان. تعرف كل شي عنا. غريب امركم سعادة اللورد. وهو الغريب كيف بتفرقوا الزعماء؟ نو مش نحن اللي مفرقكم هاي ايه؟ نعم من الله. الله يقويكم وياخذ بيدك. لكن بيظهر سعادة اللورد لازم تفتشوا بغير مطرح. هون ما في طلبكم، بدكم تفتشوا على واحد غيري يقبل يكون كنكوز. بحتاج على هالكلام. وارب ورفضتوا العميل؟ العميل حيث واقف. لوسيس بيك بتفهمني غلط. بترجاك سعادة اللورد، بترجاك تفهم مني شي واحد. اهلا وسهلا فيك صديق يوسف كرم الانسان. بس ما كنت قلت يلي قلته لو ما كون خايف على زعامتك. من مين خايف يا لورد؟ من مدافع الثاني. ما قلت المدفع اسمه جلي، وشو بدها تعمل الجلي بكل الصعوبة؟ خايف على زعامتك من قوة خمس دول كبيرة موقع الاتفاق. ما تخاف ما تخاف يا لورد، اتفاق هالشعب أقوى من كل اتفاقات دول العالم. ريك حبيت بلغك خوف. مشكور والله يقدرنا تنكفي. صح؟ سعادة اللورد، بدي اتمنى عليك كصديق تقبل عزيمتنا على وليمة محضرينها على شرف. وليمة الدينة أهم من وليمة التم، عن إذنك يا بيك. مثل ما بتريد.
يا شباب عمرك يا باك. هربوا هربوا لألكم. رافوا شوي سعادة اللورد وليكو تبهوا علواوي منه. اسكيوز مي، عندكم دبليو سي؟ نعم دبليو سي. دبليو سي، انا فكرت عم تسألني اذا عنا دبلوماسي. عكل حال يا لورد، عنا من اثنين ما فيك تعرف اياها احسن من الثاني. المهم هلأ يا لورد خلصت من الأولي، صار فيك تباشر بالثاني. يا شبور كله شوفوا وكيم يمي. وصلت بنته من غزير قالوا جلدي وتباشا لقطوطة تكوب الحبس. ليه شو السبب؟ قيم جيارتي تهموه عن يتقمر على السلطة. قال وكيم عم يتقمر على السلطة؟ لا، الهيئة بلش الانتقام. طولي بالك يا حرمة، طولي بالك يا حرمة. يا شبور وفي يا حرمة يا بلك الإيمة إيه؟ بعت عسكرة عن غصة قتل جوز قدام ولاد الطفيلة. قالوا له عليك 100%. قالوا له غلطانين، شوفوني راجع حسابين. قالوا له بدك تدفع أو تنحبس. قالوا له أمعش. قالوا له بدك تدفع وهيدا يوسف كرم محرضك ما تدفع. جرب يهرب من الشباك، قوص عليه جندر مغريب بالبرهومية وسنكحه بأم الدجاج على الأرض. عادي عادي، ارتاحي ارتاحي يا حبيبي. ولادي من يشوى من الخوف، والرقة بعد الهلق من تقرق. يطول عمرك يا باك، يا باك يطول عمرك ويزيد فخرك. شو قصتك يا عم؟ يخليك سند للمصر. رابط راسك تفضل ارتاح. اخ ما لنا سند غيرك. روق شوي وحكيني كلمة، بشو بقدر بخدمك؟ اخ لكن شكك. ايه؟ عندي بنت وشبان، حبت بنتي شاب وتوعدت تيجي وياها على الزواج. قبل زواجها بليله واحده دقوا بابنا رجال قايم مقام الكوره، المين حدا رجال اتهددوا وتوعدوا وشبرونا ما نجوز بنتي من عريسها. ليكون حسن شهاب لعب عينه على البنت وفكره يتجوزها. يطول عمرك يا باك، ما هو مجوز. باك ايه، ما هيدا غير دينه مرتين فتجوز ثلاث مرات. كل ما شاف السياسي مالف لطايفي بيغير دينه وبيتجوز. قال عائلة العريس ضد سياسة المتطرفية. وإذا كانت ضد سياسة المتطرفية بده يمنع شباب العائلة تتجوز. الحاصل يا باك، ما قدرت امنع بنتي انه ما تتزوج الشاب اللي بتحبه. امبارح هربت معه خطيب. لك عفاري معلايا. عفاري معلايا يا باك، بيك اخترق. هاجم العسكر بيتنا، قوص علينا، صابوا ابني الصغير براسه، فقد بصره، عمي، واخدوا ابني الكبير على الحبس. قوصوا عليكم؟ واخدوا ابنك على الحبس؟ ايه نعم، اتهمونا ان احنا قوصنا عليكم. يا شباب! هيا الانتقام بلش. أنا صار لازم واجه المتصرف بأي طريقة مهما كانت الظروف. سمعت يا باك إنه عم يتردد بين وقت والتاني. أنت صديق من البترول. لكن حال من كيلو الكيلون مشوا وراي تألفهم. فخر كبير تنزل بضيافتنا وجنابك بتزور المنطقة لأول مرة. منطقتكن حلوة كتير وبلادكن عصغرها طبيعتها كتير متنوعة. اللي كيف أحوال المنطقة هون؟
الناس مرتاحين للنظام الجديد وللقايم مقام حسن شهاب؟ من حظنا وحظ هالجبل يكون عليه حاكم مثل سعادتكم يا باشا. مين غيركم قادر يحكم هالبلاد بالعدل ويأمن مصالح الشعب؟ يعني الدولة العلية قديش بدها تكون راضية علينا تختارتكم لهالمهمة العظيمة. عصوان عصوان حدا عسلا من بعد إذن الباشا. شو هالأصوات اللي برا؟ يوسف كرم على حصانه وراه عجز كبير من الرجال. هيكون جامع رجال وجاي حارب. طلبي واجهة وجاي حتى بلها. مجنون ناسي اني مدعوم من خمس دول كبيرة مع جيوش وأساطيرة. يا باشا لو كان جاي حارب كانوا رجاله طوعوا البيت وقوصوا. شو أوامر الباشا؟ لازم واجهة. انتو خلوا عيونكم على الرجال وخدوا استحكامات قتال. أوامر. ما بظن يا باشا انه نوايا يوسف بيك يقاتل. اذا كان قصده يعرض عضلاته قدام السلطة مفروض السلطة تكسر كل العضلات حتى تبقى سلطة. ايه بس مش معقول. يوسف كرم اللي عم تعملوا هوس جنون وعم جرب تهين كرامة متصرف جبل لبنان. ما تعودنا نهين كرامات الناس يا باشا. لوين جاي وجايب معك جاي الجراح؟ يوسف كرم لما بيمشي شعبه بيمشي معه. ايوه وقاحه وشغله منا مظبوطه. كمان منا مظبوطه الناس اللي بيمشوا معي اشخاطون. هيك عم قلك وعم نبهك على الحركه منك عم نرجعك. رح تولي على المنطقه بمعركه. بتعرف كيف بتبلش ما بتعرف كيف تنتهي. البلاد بعد ناقصها خضار. يا باشا نحن ما جايين نحارب، جايين نعرض عليك وضع ونتباحث فيه. انا بهيك وضع ما بقدر اتباحث معك. صرف رجالك بالاول تيصير في مجال للحكي. اذا هيدي المشكله بسيطه يا شيخ اسعد بولس. قول يا باشا. صرف رجال خلوني ارجع واضيعهم وانطرني انت وحدك. بالأول استأذن من صاحب البيت. فخر كبير يشهد هالبيت لقاء حاكم كبير وزعيم كبير. أنا كنت قاصد بيروت حتى واجهك. عرفت إنك بزيارة كريمة للمنطقة جبرتني ظروف المنطقة قابلك فيها. أنت اللي ولعت المنطقة بعدون النار. آه يا باشا اثنين من الموظفين حضرتك معينون هن اللي ولعوا النار. مين بتقصد؟ حسن شهاب قايم مقام الفورة. مجيد شهاب قايم مقام البترون وكسروان. ما بسمح لك تقول هالكلام. انا ما سمحت لنفسي اجي واجهك الا لاقول الحقيقه. الشعب اختلع، الحكي ممنوع، ميري عم تكوي الناس كوي، الضرايب ما بقى تنطاق. وشو بعمل لك؟ نادك خرباني وعلى الارض يا حكم. اكلت نار الحرب لا ترعاك للشور للتلغراف. حتى ترجع تتعمر بدها سنين سنين ومصريات بالبلايين. شعب ما بقى في يتحمل. الناس عم بتشوع. عم يعملوا حسن شهاب بالكوره ما بينعمل. عسكروا عم ينهب البيوت، ضربوا النسوان، دكوا رجال بالحبوسي، هانوا الكهنه بالكنايس. بالاتفاق مع خورشيد باشا علقوا نار الفتنه بين المواني والروم. هيداك مجيد شهاب ألحن وأفكر احمي. مين ما عارضوا من الناس بيتهموا انه من انصاري وبدكوا بالحبس. عشرات عشرات التجاوزات عم بتصير كل يوم. انا باسم الشعب اللي موكلني بطلب إقالة مجيد شهاب لرفع الغبن عن الناس. طلبك مرفوض. هيدا طلب الشعب. مرفوض. وكيف بترفض؟ شرخات الناس ووجعها. كيف بترفض لوحة امها ابن المقتول؟
بترفض حرقة فلاح هزره المتلوم، كيفه بترفض صرخة المظلوم. أنا عم بحتاج وكالتي عن هالشعب المقهور. يوسف كرم، حيرت بأمرك، لا بتقبل تشارك بالحكم ولا بتتركنا نتدبر أمور الحكم. احتجاجك لحيدال موجود، كنت أنا ولا كان غيري. بالنهاية الكلمة الأخيرة للحاكم. حاكم يا باشا بيكون على شعب ومفروض يراعي أمور الشعب. أنا بكرة طالع على الكورة أعرف شو عم يصير هوني. أنا على كل حال نبهتك. وقعتك زادت عن اللزوم. لما من كرامة صاحب هالبيت كنت أمرت فورا بإلقاء القبض عليك. لو كلمي كان أخ بدكم تلقوا القبض علي رح تغمروا حبوس كثيرة، تبقوا وحدكم براتها وتموتوا فقرا من الدهر. هيك ماشي. روق يا باشا. بعد في مجال للتفاهم. هيك يا باشا ما تخوفني، هالرجال ما بتخاف من كلامك، واذا كان ما انصبت اكثر من كلماتي انا رح جرب سمع كلماتي للمنصب اللي اكبر منك. انا هلا فورا نازل على بيروت حتى اتفاهم مع فؤاد باشا. اتركوا اتركوا ينزل على بيروت على الفخ اللي نصب له اياه فؤاد باشا. يا يوسف بيك، إذا ما بدك تفكر بنفسك فكر بأهلك وأهل بلدك. صار إلي مدي محجوز هون بدون ذنب. إذا الحرية بعد إلها اعتبار عند الدول الكبيرة، ترموا حريتي وحيلوني على المحاكمة. البلاد ما عادت تحمل هزات. ولا ظلم، هزات بحاجة لعدالة حتى تتوازن. حاكمتي وحدها بتعيد التوازن. تحكي عن التوازن، بتجمع رجالك تطلع على البترون تتهدد المتصرف. انا ما هددت المتصرف، انا نقلت ظلم الناس للمتصرف. ونقل الظلم بده 200 رجال يمشوا وراك. انا ما جمعت رجال وانزلهم يمشوا وراي. هني مشوا لوحدهم. مشاهم الظلم. ايه ظلم ظلم ظلم. اي ظلم. كل ضيعه كنا نمرق فيها كان حماس الناس يدفعهم تيمشوا وراي. ارجع باكد لك انه الحل الوحيد حتى ترتاح البلاد وانك تسافر. برجع بقلك برفض السفر بدون محاكم. السفر مش بحاجة لمحاكم، بحاجة لمبرر. المبرر تهدئة البلاد. تجبري على السفر، عم بتجربوا تهربوا الحقيقة عن الناس. اعضاء الدول الخمسة وافقوا بالاجماع على سفرك. والشعب اتفق اني ابقى. الاعضاء بمثلوا ارادة كل شعوب العالم. هذا شعب صغير هو شعب بلادي، وحده بيملك الارادة على ارضه. باخرة السفر جاهزة على بور بيروت. ما تعودت سافر سعادة الأنصل غير على الجبل. على الجبل؟ نعم على الجبل.
شايف هالجبل اللي مقابلك هوني؟ إذا بيصير سفيني وبيسافر أنا بسافر. على أي حال أنا جاي أبلغك قرار فرنسا بالسفر. فرنسا بتمون على دماتي لأني بملكهم، لكن ما فيها تمون على كلمة الشعب لأنه الشعب وحده بيملكها. يوسف بيك. جينا كلنا أعضاء الدول الخمسة نطلب منك تسافر من أجل مصلحة بلادك. لا أقول بصراحة سعادة اللورد، من أجل مصلحة بلادكم أنت. سيدنا المطران يوحنا، شو محتاج البركتك؟ عليك البركة يا بي، بعتني غبطة البطرك حتى بلغك انه بحاجة لطاعتك وإيمانك. طاعتي وإيماني رهن غبطته. غبطته بيطلب منك انك تسافر. حتى هو كمان لفترة وجيزة، شهر او شهرين على كتير، وبعد هالمدة بيضمن غبطته رجوعك على البلاد معزز مكرر. كلنا بنضمن رجوعك. أبقى. شو هو ردك على طلب غبطته؟ يا يوسف بيك، انا مسافر على اسطنبول، ليش ما بتجي معي وهونيك بنحاول نحل كل المشاكل؟ وإذا كان في حاجة نقابل السلطان من قبله. برد إذن فؤاد باشا. شو الخبر؟ وفود حاجتي بساحة السرايا، طال بتقابل يوسف بيك كرم. فرقون؟ لا، إذا بدكم تفرقون احكموا بقتلي، ما تجبروني على السفر. يودع أصحابه وقرايبه، خصوصا منه مسافر تنفيذا لحكم بالنفي، مسافر بإرادته. لا، الأصح بإرادتكم أنتو سعادة الله. اسمحوا للمصريين عنهم يفوتوا ودعوهم. يا بيك زوفا. يا بيك أمك بعتت لك هالتخيري تطلب منك تنبع حالك. وليلى راجع، وليلى يوسف راجع. انت يا بيك انت الوقت المناسب، ما بتشوفوني الا هم امباشي ظاهر. يوسف بيك يا أهلي، يا دمي ودمعتي، انتوا بتعرفوا ولا مرة كان هدفنا الحرب من أجل الحرب. هلا مطلوب منا نحل المسألة سياسيا إذا بتنحل. مشان هيك أنا مسافر على اسطنبول مع فؤاد باشا لنجرب نحل المسألة هوني. مثل ما بيودع النسر الحزين وكرو بإرادة تجديد الحياة بودعكن، وبوعدكن نرجع نلتقي كلنا سوا صورة لكرامة الحياة. الجبل وكرنا، هالسما ملعب جوانحنا، كل غريب
يا من حريتي ونعيش صغار.